أفادت مصادر صحفية أن نادي ليفربول وافق على إعادة التفاوض حول صفقة انتقال البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى برشلونة. وقالت صحيفة سبورت الإسبانية أن نادي ليفربول يسعى لضم ريناتو سانشيز من بايرن ميونخ، لذا قرر الموافقة على إعادة التفاوض حول لاعب البرازيلي. وذكرت الصحيفة أيضا أن برشلونة سيقدم عرضا للنادي الإنجليزي بقيمة 160 مليون يورو من أجل استقدام اللاعب. تغلب الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر على بطل الفنون القتالية الأيرلندي كونور ماكغريغور في الجولة العاشرة من المواجهة التي جمعتهما في لاس فيغاس. ورغم البداية القوية لماكغريغور، إلا أن البطل الأمريكي مايويذر صاحب 40 عاما عاد بقوة موجها لكمات مباشرة لخصمه الأيرلندي، ما أجبر الحكم على إيقاف النزال في الجولة العاشرة ليحقق مايويذر انتصاره 50 ويحافظ على سجله الخالي من الهزائم.